سيدي انا عندي انا ربيع الغريم ساكنه في بني عمران جماعه صدينا اقليم تطوان. عندي المشاكل مع شي جيران، عندنا المشاكل على شي اراضي ومعهم هاد الناس معاهم النايب، عندنا المشاكل معاهم كيتهمونا بان دينا لهم الارض ديالهم، كيهجموا لي على الدار، كيهجموا لي على وليداتي، اعتدوا على وليداتي واعتدوا عليا وعلى الكتيبه ديالي. هاد الناس مرضيا لا بالقانون ولا حتى شي حاجه. كنقول لهم اذا عندي شي حاجه ديالكم ولا غادي ترحلوني مشيو للمحكمه، كيقول لك نمشي للمحكمه انتينا. حنا ما غادي نمشيوش للمحكمه، وحنا المحكمه ملي حكمت الدعوه في الصالح ديالنا من ديك الساعه وهاد الناس كيجيوها بالسيوف ها بالحجار ها بكل شيء. انا ولادي عايشين بواحد الكابوس كبير، اللي في المدرسه مهدد وبنيه هذه خمسه المرات، وهما كيضربوا عليه بالليل خمسه المرات وما كيجي يضربوا عليه في التوه من الموت. ضربوا الاولي، ضربوا الثاني، ضربوا الثالث، ماشي واحد. فالركاد العيال مهددين الخطر، ودابا الله يجعل البركه في القانون وجلالة الملك واللي كيشوفني وكيتفرج فيا، وحنا الناس دراوش والناس غلابه وهذا الناس معتادين علينا، والله يجعل البركه في القانون وعاش الملك. هذ الناس ما خلاو ما عملوا لي لا ولادي ولا الكسيبه ولا حتى الكسيبه قتلوهم لي. اليوم جدي ذاك الحجر اللي ضربوا لي على ولادي نهار الاربع، نهار الاربع هجموا عليا ضربوا على الكسيبه، ماتت المعزه، ماتت جدي، ماتت الغلمه، ما خلاو ما عملوا هذ الناس. المهم الله يجعل البركه في القانون، انا مشى رزقي مشى ولادي ما بقى لي جهد. الحكم وقدمت عندي الشكايات بالهجوم اللي كيهجموا عليا، ما هجموش على واحد المره، فيما كيهجموا كنقدم الشكايه لوكيل الملك، وهذا الناس ما كيعترفوا لا بوكيل الملك ولا فهمتيني.